فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: أنا وزوجتي سنسافر إلى جدة في الإجازة، يقول: وقد نوينا العمرة، لكن بعد أن نجلس في جدة 4 أيام، يقول: من أين يجب علينا أن نحرم؟ من الميقات. تحرمون أول ما تمرون، تأخذون عمرتكم وتروحون الجدة، وإلا تروحون الجدة وتجلسون، ثم إذا أردتم العمرة تذهبون للميقات اللي تعديتم تحرمون منه. نعم.